ارتفاعات والجريان الارتفاعات ارتفاعات التوتال هيد يعني اللي أخذناها واتجاه والجريان باتجاه واحد. الجريان هو يمكن أن يصير باتجاه واحد ويمكن أن يصير باتجاهين إذا كانت الطبقة محصورة من جهتين ومتروكة من العفو محصورة من جهة ومتروكة من جهة أخرى فراح يصير الجريان باتجاه واحد. يعني مثلا نموذج التربة في المثال اللي أمامنا محصور من الجوانب من الأجناب محصور يعني هو صار confined لأنه محصور من الجوانب وحر من جانب الأعلى والجانب الأسفل. فإذا الجريان إذا صار فرق بالtotal head راح يصير جريان باتجاه واحد ومن الهيد الأعلى إلى الهيد الأقل. شلون يصير الجريان؟ أخذنا سابقا بأنه الجريان يصير من النقطة ذات التوتال هيد الأعلى إلى التوتال هيد الأقل، لأنه إذا كان فرق بالبرجر هيد أو بالإليفيشن هيد فما ضروري يحصل جريان إلا أن يصير فرق بالتوتال هيد الكلي بين نقطتين وراح يصير بها الجريان. فمثلا نموذج التربة اللي أمامنا عندنا بيزومترات، البيزومترات مأخوذة في نقاط مختلفة، فعندنا البيزوميتر B والبيزوميتر C هي مأخوذة بالبرجر هيد نفس البرجر هيد. ليش؟ لأنه اثنينها ضغط الماء بكل اتجاهات هو نفس الضغط، فراح يكون البيزوميتر B والبيزوميتر C ضغط الماء متساوي في كل الاتجاهات، فراح نشوف بأن البيزومترات قراءتها قراءة واحدة الـ HB للنقطة بالنقطة C وبالنقطة B هو نفس القيمة، لكن هنا الهيد راح يصير الإليفيشن هيد راح يختلف لكل نقطة. بالسويل بداخل النموذج التربة، هذا هو نموذج التربة، إذا أخذنا بيزوميتر عند نقطة D اللي هي بمنتصف النموذج راح نشوف بأنه الإليفيشن هيد البرجر هيد مالتها راح يختلف لأنه بسبب مقاومة جزيئات التربة لمرور الماء داخل النموذج فراح تصير مقاومة للنموذج من مقاومة للجريان جريان الماء داخل النموذج، فراح يكون البرجر هيد أقل وهو راح يقرأ عند نقطة C. وأيضا إذا أخذنا بيزوميتر في نقطة F فراح تكون قراءته تحت الديتم لاين أو العفو قراءته في مستوى الديتم لاين والإليفيشن في نقطة F وتحت الديتم لاين. إذا جينا أخذنا قيم البرجر هيد والإليفيشن هيد والتوتال هيد لكل نقطة من النقاط اللي أخذنا بها بيزومترات فراح تكون كالآتي. النقطة B البرجر هيد مالتها هو AB، البرجر هيد مالتها هو AB والإليفيشن هيد مالتها هو الارتفاع BE من B إلى E. البرجر هيد هو هذا القيمة، البرجر هيد هذه القيمة والإليفيشن هيد هي القيمة من نقطة B إلى النقطة E. النقطة C البرجر هيد مالتها هو الارتفاع CA، الارتفاع CA والإليفيشن هيد مالتها هو CE، الإليفيشن هيد مالتها هو CE. إذن الهيد لوس through soil هذه لأنه هنا ماكو soil فالتوتال هيد مالتها متساوي، توتال هيد مالتها متساوي. في نقطة D الإليفيشن هيد مالتها هو DE، الإليفيشن هيد مالتها هو DE والبرجر هيد مالتها هو المسافة CE، المسافة هي CE. فإذا التوتال هيد راح يكون عندنا القيمة CE والتوتال هيد في نقطة F الأخيرة
راح تكون قيمتها صفر إذا راح يصير جريان من النقطة C إلى النقطة F، من النقطة C إلى النقطة F. المثال 5-4 موجود عندنا نموذج من التربة، وهذا النموذج راح يصير به جريان باتجاه واحد لأنه قلنا محصور من الجوانب ومتروك من الأعلى والأسفل، فإذا راح يصير فرق بالتوتال هيد راح يصير عندنا جريان. المطلوب بالمثال هو رسم الإليفيشن هيد والبرجر هيد والتوتال هيد لهذا النموذج، هذا النموذج مال التربة، وقيمة سرعة الجريان بالتربة. إذا كانت قيمة الكوفيشنت اوف بيرميابيليتي يعني معامل النفاذية لنموذج التربة هي قيمتها هذه، والبروسيتي هي قيمتها معلومة عندنا. راح نجي ناخذ نقاط على النموذج. راح ناخذ النقطة الأولى هي الفري ووتر سيرفيس، فهذه راح ناخذها النقطة. الإليفيشن مالتها هيد شقد 3.6، الارتفاع مالتها الإليفيشن هيد هي 3.6، هذا هو الإليفيشن، هذا هو الخط الخاص بالإليفيشن هيد، هذا هو الخط الخاص بالإليفيشن هيد، الارتفاع مالتها هو 3.6، ارتفاعها 3.6. والبرجر هيد هنا شقد صفر، لأنه هي عند مستوى سطح الماء، عند مستوى سطح الماء. ما إذا أكو هذا المثلث معناتها يعني هذا هو مستوى سطح الماء، معناتها راح يصير قيمة البرجر هيد ضغط الماء هنا هو صفر، ضغط السائل هو هنا صفر. راح نجي نأخذ النقطة الثانية، هذه هي النقطة، نقطة دخول إلى النموذج، نقطة الدخول إلى النموذج، لأنه هنا ما راح يصير تغيير، لأنه ماكو تغيير بالمادة، فراح ما راح يصير تغيير بقيمة الهيد، التوتال هيد. فراح نجي ناخذ النقطة في بداية دخول النموذج، قيمة الإليفيشن هيد مالتها إيش قد؟ الإليفيشن مالتها هي 2.4، الإليفيشن هيد مالتها هي 2.4، هاي النقطة هي 2.4 نخليها. والبرجر هيد هنا شقد راح يصير؟ هذه المسافة من 2.4 إلى 3.6، الفرق بيناتهم هي 1.2، راح يصير هو البرجر هيد. البرجر هيد هنا إذا خلينا بيزوميتر راح يصل إلى الفري ووتر سيرفيس، إلى هنا إلى نقطة المثلث، فراح يكون قيمة البرجر هيد هي 1.2، مجموعهم هو راح يصير 3.6. إذن هنا مجموع التوتال هيد صفر زائدا 3.6 تعطينا 3.6، والنقطة هذه الثانية اللي أخذناها راح تصير 1.2 زائدا 2.4 أيضا راح تعطينا 3.6، إذن ما صار تغيير في هذه المنطقة. التوتال هيد هنا هو قيمته وحدة 3.6 بالنقطة الأولى و 3.6 بالنقطة الثانية، إذن هنا ما راح تصير جريان. زين، راح ناخذ نقطة الخروج من النموذج، من نموذج التربة، لأنه هنا النموذج ثابت فما راح يصير تغيير بها. راح نجي ناخذ أولا الإليفيشن هيد لهذه النقطة، نقطة الخروج من النموذج هي مقدارها 0.6، هذه هي الإليفيشن هيد. والبرجر هيد هنا ايش قد راح يصير؟ راح يصير ناقص 0.6 البرجر هيد، لأنه هذه هي المسافة، وراح يصير ضغط سالب، ضغط سالب لأنه من هنا إلى هنا، فراح يصير ناقص 0.6، الفرق بيناتهم هو صفر. التوتال هيد هنا راح يصير صفر. إذا التوتال هيد في بداية، في بداية دخول النموذج كان مقداره 3.6، وفي نقطة الخروج من النموذج أصبح مقداره هو صفر. فإذا صار فرق بالتوتال هيد راح يصير عندنا جريان بهذا الاتجاه. والنقطة الأخيرة الإليفيشن هيد والبرجر هيد مالتها هي صفر، إذا اكتمل عندنا التوتال هيد ديستريبيوشن خلال كل النموذج المعطى عندنا. راح تبقى عندنا
رسم الفيلوسيتي. الفيلوسيتي قيمتها تساوينا بالماء كي في اي في الانحدار الهيدروليكي اللي هي 3.6. الاي هو التوتال هيد على مسافة الجريان، توتال هيد على مسافة الجريان. التوتال هيد هو 3.6 في نقطة الدخول على مسافة الجريان اللي هي 1.8. هذه هي المسافة 1.8 في نقطة دخول النموذج. الـ VS سرعة الجريان داخل التربة تساوي أن الـ V قبل دخول التربة على البوروسيتي. الـ V قبل دخول التربة على البوروسيتي، هذه القيمة وجدناها على البوروسيتي، راح تكون قيمتها 0.03، ونرسم بياناتها راح نلقى الـ Velocity ديستريبيوشن خلال نموذج التربة. إذن لأنه أكو عندنا جريان راح نلقى أنه أكو عندنا فيلوسيتي للجريان داخل النموذج. المثال اللي بعده عندنا نموذج من التربة، نقطة خروج نقطة بداية دخول النموذج هي مختلفة عن نقطة الخروج. نقطة الخروج هي راح تصير بعد النموذج وليس مثل المثال السابق. راح نجي نأخذ نقاط على النموذج، نقاط على المثال مالتنا، ونشوف الهيد التوتال هيد راح ايش قد يصير على هذه النقاط. النقطة الأولى هي في نقطة الخروج من نقطة الجريان spillway. راح ناخذ الاليفيشن هيد مالتها راح يكون 3.6. هذا الاليفيشن هيد مالتها راح يكون للنقطة هذه 3.6، والبرجر هيد هنا صفر لانه ماكو ضغط ماء هنا، لانه هذا مستوى سطح الماء، مستوى سطح الماء فما راح يكون عندنا ضغط. المجموع راح يساوي لنا 3.6. النقطة الثانية اللي راح ناخذها هي هذه النقطة اللي هي راح تعتبر نقطة الخروج من النموذج، نقطة خروج الماء من النموذج. الهيد بها التوتال هيد راح يساوي لنا مجموع البرجر هيد اللي قيمته 1.2 اللي هي هذه المسافة من 2.4 إلى 3.6، من 2.4 إلى 3.6 هذه هي مسألة البرجر هيد. برجر هيد ضغط الماء هو من الفري ووتر إلى نقطة الخروج من النموذج اللي هي قيمتها 1.2، والإليفيشن هيد لهذه النقطة هو 2.4 إلى الديتم لاين 2.4. فإذا مجموع هذا القيمتين راح يساوي لنا أيضا 3.6. نجي إلى النقطة الأخرى اللي هي راح يصير بها تغيير، لأنه خلال النموذج ما راح يصير تغيير، راح تصير تغيير بهذه النقطة. هذه النقطة الإليفيشن هيد مالتها هو 0.6، والبرجر هيد هنا إيش قد راح يكون هو 4.8. البرجر هيد راح يكون هو هذه المسافة 4.8 ناقص 0.6 راح تصير 4.2، من 4.8 إلى 0.6 يعني المسافة، مسافة الماء من هنا عمود الماء ارتفاع ايش قد راح يصير اذا اخذنا بيزوميتر هنا، راح يصير ارتفاع عمود الماء هي هذه المسافة من هنا الى نقطة الدخول اللي هي راح تصير 0.6 مطروحة من 4.8 راح تصير 4.2 اللي هي البرجر هيد لهذه النقطة. اذا قيمة التوتال هيد في هذه النقطة شكد راح تصير 4.2 زائد 0.6 راح تصير 4.8. إذن راح يصير عندي جريان لأنه نقطة الدخول ونقطة الخروج أكو فرق بالتوتال هيد مالتها، إذن راح يصير عندي جريان. فقط يبقى نحسب قيمة الـ velocity
فقط يبقى نحسب قيمة الفيلوسيتي اللي هي راح تساوي لنا قيمة الفيلوسيتي راح تساوي لنا كي في اي، هذه خارج التربة. الكي الاي قيمتها هي الهيد ديفرنس، راح يصير 4.8 و 3.6، الفرق بيناتهم هو الهيد ديفرنس راح يصير، وعلى طول النموذج اللي هو 1.8. في اس ثرو سويل يعني مقدار سرعة الجريان داخل التربة راح تساوي لنا الابيرنس فيلوسيتي على البوروسيتي، وراح تنطينا قيمتها 0.01، هي هذه قيمة الجريان السائل داخل التربة.